يعني نور مستمرين بأخبار التميز السوري، حيث تم تخريج، لا تم يوم أمس في قصر المؤتمرات، خربطنا شوي، الفائزين على مستوى سوريا في الأولمبياد العلمي السوري بعد مرحلة التصفيات النهائية اللي استمرت من 26 ولغاية 29 كانون الأول. للمزيد حول هذا الموضوع بصرنا نرحب بصباحنا لليوم بالدكتور حمود عرابي، عضو اللجنة العلمية لمادة الفيزياء أكيد في جامعة دمشق. يسعد صباحك دكتور، يا صباح النور. أهلا وسهلا يا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، وكل عام أنتم بخير بمناسبة العام الجديد 2020، وأتمنى عام المحبة التميز والسلام إن شاء وعام الله. خير وتميز لكل سوريا ولشباب سوريا. آمين. أكيد دكتور بدنا نرحب فيك مرة ثانية، بس خلينا نتابع مع مشاهدينا حفل الختام للمتميزين ووثقته كاميرا الإخبارية السورية، بنرجع بنحكي عن الفائزين. اللقاء يتجدد في كل عام والمسؤولية تتضاعف، والنافذة المطلة على عالم التميز تكبر يوما بعد يوم وتتسع لتعطي صورا أكثر وضوحا وجمالا، ومعها تكبر مساحة العمل والأمل، وتستمر مسيرة الكشف عن مواهب التميز مع أجيال الوطن من كل محافظاته ودعمها ورعايتها وإحاطتها بمختلف معطيات التطور مع المنافسات المحلية وبرامج التأهيل والتدريب التي تقام في المحافظات وفي دمشق، ليكون القطاف السريع مع طاقات شابة متفوقة محليا ومتألقة عالميا معتلية منصات التتويج العالمية والقارية والدولية، متوجة بميداليات النجاح والانتصار لمشروع علمي وطني شبابي استراتيجي. والله فرحان كثير يعني، مع انه اختبار اول كان صعب كثير. الحمد لله نجحت بماده الرياضيات، طلعت الاول وحصلت على الميداليه الذهبيه، كان شعور اليوم كثير كويس وفرح وسعاده بهدي هذا النجاح لكل سوريا الحبيبه ولكل شهداء سوريا. كان شعور كثير حلو، كان تجربه كثير حلوه، ان شاء الله اقدم بالمستقبل للوطن شيء كويس. كانت تجربة كتير حلوة، وتمنيت لو انه الكل يتأهل معنا، لأنه عن جد كوننا فريق رائع واشتغلنا كلياتنا على شيء بنحبه بشغف. شعور بالفرحة كبير، وانبسطت كتير انه تعبي وتعب أهلي والأساتذة معي ما ضاع. ما فيني أوصف شعوري، كتير مبسوط ويعني وكتير فرحان كمان لرفقاتي اللي نجحوا معي، وكتير فرحان إنه رفعت اسم مدرستي. شعور أبدا أبدا لا يوصف، حسيت وكأني صرت طاير وصرت عم ألمس النجوم، حسيت يعني صراحة من كتر ما الشعور حلو من كتر ما لي مبسوط، يعني ما بعرف كيف جابوني رجلي من عند المقعد لهون وكيف هلا أنا واقف، يعني والله الدقائق صارت ساعات والثواني صارت دقائق ونحن عم نستنى يطلعوا الأسماء، عن جد شعور لا يوصف. تم خلال حفل الختام العديد من الفقرات الفنية المتنوعة، منها معزوفات الأوركسترا السيمفونية وفقرات غنائية، كما تم تكريم عدد من اللجان العلمية التي ساهمت في تطوير مسيرة الأولمبياد العلمي. يعني مع هالتقرير التالي بدنا نقول دكتور مبروك للفائزين، مبروك لكل مين اجتهد، لكل مين طلع نتيجة اجتهاده وعمله ومثابرته. أكيد يمكن كانت المشاركة ل411 طالب، خلينا نعطي بالتفصيل عن المشاركات وأيضا عن المحافظات اللي شاركت. تمام، في الواقع بمسابقات الأولمبياد العلمي السوري
تنطلق دائما من أول مرحلة، من المرحلة الأولى وهي مرحلة المدارس، بحيث أن يتم مشاركة جميع أبناء الوطن، جميع شباب الوطن على كافة ربوع سوريا. ثم المرحلة الثانية تأتي على مستوى المناطق أو مستوى المناطق التربوية، ثم تأتي المرحلة الثالثة على مستوى المحافظات، تشترك فيها جميع المحافظات، أبناء المحافظات. نعم. ومن ثم تأتي المرحلة النهائية اللي شاهدناها منذ أيام، والبارحة كان حفل التتويج، شارك إذن بدأنا من آلاف الطلاب ووصلنا إلى عدد 411 طالب، هم كلهم متميزين. استمرت الامتحانات لمدة يومين أو الاختبارين متتاليين، يومي الجمعة والسبت. نعم. ثم أعلنت النتائج يوم البارحة لنحصل على فريق وطني على مستوى سوريا بكل تخصص أو كل مادة 15 طالب. طيب خلينا نحكي كيف بتلاقي مشروع التميز في سوريا ومساحة العمل فيه، لأنه نحن عم نحكي عن طلاب عندهم زوايا مميزة وأبداعية، نحن ما عم نحكي عن طالب مثلا تعليمي مثلا بيحفظ الرياضيات أو بيحفظ العربي مثل ما كنا نشوف سابقا وبصم كنا عم نحكي تحت الهواء، نحن عم نبحث عن ناس متميزين عندهم مهارات وقدرات إبداعية عم نحاول نستغلها ونستثمرها بطاقاتنا. طبعا فكرة التميز تحتاجها كل مؤسسة بمؤسسات على الإطلاق، فلذلك حرصنا بهيئة التميز الإبداع أنه نبحث عن الطلاب المتميزين، الطلاب الواعدين الذين سوف يبنون سوريا ويعيدون أعمار سوريا، فلذلك لابد من امتلاك لمجموعة الطلاب الذين سوف يتخرجون أو يفوزون بهذه الأولمبياد على أن يمتلكون الفكر الناقد، الفكر المحلل، الفكر الذي يستفيد من كافة المهارات السابقة والمعرفية وقابل للتطور، يعني هي أهم نقطة. تمام. في نتيجة الأمر سوف ينعكس هذا تطورا على كافة المراحل، سواء كانت في المرحلة التربوية أو فيما لاحقا في مجالات العمل. يمكن لاحظنا دكتور بفترة الحرب انه في كان مساحة كتير كبيرة للتميز ليطلع الابداع والتميز، تفاجئنا كتير بكمية الطلاب يمكن يلي نالوا ايضا مو بس بسوريا وخارج سوريا الميداليات، سواء كانت ميداليات برونزية فضية يلي كانت مهم انهم قدروا يثبتوا وجود. بالنسبة للمراحل اللي عم تقوموا فيها لنوصل نحن للتصفيات النهائية، كان في عدة لقاءات بين الطلاب القدامى والطلاب الجدد، في مناقشات وفي مشاورات، يمكن قديش هذا الشيء بيعطي أيضا دافع لنقدر نستفيد من خبرات بعضنا. طبعا بعد ما انتشرت فكرة وثقافة الأولمبياد أصبح الجميع يسعى للمشاركة فيه، وخاصة بعد الاحتكاكات ما بين الطلاب وما بين الطلاب القدامى، والتحفيز من هيئة التميز الإبداع ومن مديرية الأولمبياد العلمي السوري لجميع الطلاب على مستوى المدارس القطر، أصبح المنظور لكل طالب الاشتراك والكيفية والسؤال، فأصبحنا نشهد أن الطلاب يتساءلون مع الطلاب أو يتواصلون مع الطلاب القدامى شو هي المحفزات، ما شو هي الامتيازات، كيف أنا ممكن أنا أشارك في المسابقات، فلذلك أعلنت في جميع المحافظات عنها. ورغم مثل ما تفضلتي، رغم سنوات الحرب والحرب الظالمة على سوريا، لكن كان الطلاب يشتركون من كافة المحافظات، فلذلك إذا لاحظنا بالفريق الوطني
الناجحون كانوا المتميزون كانوا من كافة أو أغلب المحافظات ضمن هذا الفريق الوطني. بس يمكن دكتور بتكونوا أمام مسؤولية كبيرة، لأنه نحن عم نحكي عن تصفيات نهائية ورقم منه قليل، لأنه أساساً مع البدايات بيكون في عدد كبير من الطلاب متقدم للأولمبياد العلمي السوري. هون المسؤولية بتكون صعبة، لأنه حتى اللي بيوصلوا للتصفيات النهائية عم يتم استثمارهم ليكونوا كمان ضمن إدارة الأولمبياد وأساتذة، فهم بيكون في مسؤولية عليكم، لأنه فعلا عم نتفاجأ بالطاقات السورية الشابة وعم نقدر فعلا يمكن نعول عليها لبكرة. تمام، من خلال ثبر واختبار الطلاب نميز مجموعة طلاب مجدين وملحين ومصرين على المشاركة، فلذلك في ينتج هذا العدد. من جهة ثانية نحن بالهيئة التميز الإبداع نبحث عن أبرز وأميز الطلاب للمشاركة في الدولي على صعيدين، فالصعيد الأول نشر هذه الثقافة لكافة الطلاب، على الصعيد الثاني نحن نبحث في كلجنة علمية نبحث عن أميز الطلاب الذين سيمثلون القطر في المسابقات الدولية. تماما. يعني كمان دكتور خلينا نحكي عن كمية الحماس اللي كانوا هيك مندفعين لها، وقديش مثلا من خلال اختبارات من لايون عم يقدموا أكثر ما عندهم، عم يحاولوا ليوصلوا خلينا نقول لخارج سوريا ويقدموا أكثر وأكثر ويبين الإبداع أكثر وأكثر. فينا نحكي عن هيدا النقطة، الحماس بين الطلاب. طبعا هذه اهم نقطه نحن كلجنه علميه بنشعرها بالطلاب، فكل طالب يترك لمساحه تفكيره اللامحدود وحماسه اللامحدود في المشاركه ليثبت ذاته ليثبت جدارته ما بين اقرانه. فلذلك لاحظنا من المشاركات الأولى حتى المشاركة، وخاصة يعني هذا الأمر تكشف في المرحلة النهائية، فكل طالب من الـ 411 كان ينظر على أن يكون ضمن الفريق الوطني الذي سيمثل سوريا في الدولي. فلذلك أهم ميزة كانت هي المحبة ما بين الطلاب و المساعدة الطلاب اللي حصلوا على نتائج سابقة دولية، وكيف فينا يساعدوا الطلاب الجدد وكيف فينا يوصلوا كمان فكرة وثقافتهم. استفادوا تماما، لذلك شهدوا في المحافظات احتكاكات وتواصل وتدريبات من خلال معسكرات مستمرة. يمكن هي بتكون من خلال المعسكرات اللي بتقوموا فيها. بس خلينا نحكي عن كواليس الأولمبياد نوعا ما، قديش ممكن بعض الطلاب أو في بعض الشكاوى بتقلكم الأسئلة صعبة، لأنه هي الاختبارات كمان بتتم على الأساتذة توظيف قدراتهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم التعليمية. تمام، هذه النقطة أساسية وجوهرية في الأولمبياد العلمي السوري. معتاد الطالب على الأسئلة النمطية التقليدية من خلال المناهج التربوية، بأنه تكون الأسئلة دائما رديفة للمقرر أو رديفة للمادة. هلا لا، شيء مختلف تماما. بنشوف الصورتين، لأنه كمان الامتحانات بتتم على الأساتذة، بتلاقي الأساتذة أحيانا بيقولوها صعبة، أحيانا تلاقي الطلاب عم يجاوبوا. هون العملية التعليمية المختلفة بتكون تماما. فلذلك نحن كلجنة علمية أو لجان علمية حريصين على أنه تكون الأسئلة دائما بما يتناسب مع ما هو مطلوب في المستوى الدولي، فلذلك تكون الأسئلة تشمل كافة المراحل الدراسية من الفترة الإعدادية حتى الفترة الثانوية، وقد يتخطى ذلك في المرحلة السنوية الأولى. ما هي بالعملية السهلة أبدا. فلذلك لابد نحن نبحث ليس على حصول الطالب على علامات كاملة في المادة، وإنما على معلومة. كيفية المعلومة وكيفية التحليل وطريقة إدراك السؤال والمهارة في حل السؤال والتفكير،
وليس شرطا على الطالب ان يحل جميع الاسئله او ان يكون السؤال. بس هون بيتم تحفيز عمليه المهارات التعليميه هون تطويرها. فلذلك يبحث الطالب عن ما ينقصه من مهارات وتاتي دور الملتقيات والتدريب في جامعات القطر وفي المؤسسات البحثيه لتكمل ما هو يعني ما يلزم حتى يستطيع الفريق الوطني أو ما يمثل في الدولي لاستكمال كافة المعلومات العلمية حتى يكون جاهزا في دخول هالمسابقات الدولية. تماما. يعني المعلومات اللي اليوم حضرتك حكيت لنا عنها دكتور، نحن بنفتخر بطلابنا السوريين، بنفتخر بهيئة التميز والإبداع أيضا، وأيضا كل الشكر لجهودكم المبذولة لوصول طلابنا إلى أعلى المستويات لرفع اسم سوريا عاليا. شكرا كثير لك دكتور، نورت صباحنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم ولجميع العاملين في الإخبارية السورية. أهلا وسهلا. دكتور حمود عرابي، عضو اللجنة العلمية لمادة الفيزياء، بدنا نشكرك على وجودك معنا، نتمنى التوفيق لجميع طلاب الأولمبياد العلمي اللي هن فعلا ضمن القدرات أو الإمكانيات الموجودة عم يمثلوا اسم سوريا بالعالي، ونفتخر فيهم أكيد. شكرا كثير لك. بدوري يعني بتشكركم، وكمان بارك مرة ثانية لجميع الفائزين من طلابنا أكيد. ونتمنى دائما رفع اسم سوريا وعلم سوريا في المحافل الدولية، وهذا ما نظر إليه جميعا. شكرا كثير لك دكتور.